محزن، موضوع يقهر بمناشدة كبيرة منا الحد 12 بالليل عبر برنامج الحصاد وعبر برنامج وعبر كل شيء، بمناشدة بحكي هواي بالموصل. أسعوفك من الموصل، كل مستشفى بالعراق لازم تلقى شيء تعاني منه، لازم ضروري تلقى شيء تعاني منه بكل مستشفى بالعراق. شوف هاي الصوندة هاي اللي موجودة وظاهرة لكم بالشاشة، هاي صوندة لغسل الكلى، غسيل الكلى، يعني هاي المفروض متوفرة بكل مستشفى، بكل ردها، بكل غرفة عمليات. امرأة بالموصل صاحبة أيتام، صاحبة أطفال، توفت بسبب عدم وجود هاي الصوندة مال غسيل الكلى بالمستشفى. يلا سوا، اشقد رخيص البشر، اشقد رخيص البشر عندنا احنا العراقيين، على مود صوندة مال غسيل كلى ما موجودة بالمستشفى توفت. ليش ما موجودة الصوندة؟ الفساد والهدر بالمال العام وين؟ ما حد يعرف. هسه انا اذا اريد اسولف ويا من، اذا اريد انتقد انتقد من، اذا اريد اناشد اناشد من؟ ليش ماكو صوندة مال غسيل كلى؟ هي مصران صوندة، صوندة موجود من الملايين تصنع. بين يوم ويوم يطلع لنا محافظ من نينوى، والله يطلع للثاني هذا، والله ده نشتغل وده حجاب. شو تشتغلون؟ شغلكم وين؟ تموتون العالم؟ هذا شغلكم؟ كيفين؟ حرام، والله ما يقبل، السماوات ما تقبل، الأديان ما تقبل، صوندة ما عندكم مال غسيل كلى؟ من تجي تحكي، من تجي تناشد، من تجي تعاتب، من تجي تقول يابا، يطلع لك ألف واحد صوندة غسيل كلى ماكو.